أنا محمد فخري وده ريفيتات. أهلا بيكم في شرح جديد لريفيت. النهاردة هنتكلم عن خاصية أو أداة من أدوات الحوائط، وهي البومب أو أداة البروزات اللي ممكن تستخدم برضو بالعكس لعمل حفر أو نحت في الحوائط. وهنستخدم الصورة دي كمثال ونفهم بيها ازاي بتشتغل الأداة دي في ريفيت. هنخش على مشروع جديد وهنعمل فلور مثلا مربع 10 متر في 10 متر نسنتر اوكي. وبعدها هنستخدم مثالين الحائط، الحائط العادي والحائط المنحني شوية، وهنخليهم partition walls، خليهم interior حوائط داخلية عشان يبقوا مناسبين أكتر، لأن دول بيبقى فيهم gypsum wall materials جاهز. هندوس CS عشان نعمل create similar، ونختار التول اللي بتعمل curvilinear wall، بس هنا هنخليها بدل 4 في الاتجاه الحائط المفروض الستريت وول، هنخليها اصغر منه شوية علشان 3.6 meters، علشان يبقى عشان بيبقى في فرق لما الريديس يتحسب وتبقى الاريا كلها اكبر شوية. تمام، نروح على ال 3D view عشان نشوف ايه اللي بيحصل. تمام، احنا ممكن نعكس هنا الريديوس ده، نخليه طالع لبره عشان نشوف الصور من جوه. دلوقتي انا عايز اخلي الصورة بتاعتي 4×4 مثلا. هي الصورة بتبقى بأي مقاس، بس انا جوه ريفيت ممكن اعدلها عادي، بس انا عايزها تبقى مربعة لان واضح ان الفيكتور بتاعي شكله هيبقى افضل لو مربع. هنخلي الوولز الاثنين، دوس كنترول ونختار الوول التانية، خلي الوولز الاثنين كونكتد تو ليفل 2، ونخش ندوس على وول منهم في البلوك وورك، ندوس ايديت تايب ونعمل دوبليكيت، لان احنا لو بنشتغل على مشروع كبير مش هنكون عايزين نأثر على نوع كاتيجوري او فاميلي الوولز اللي هي بلوك وورك 100 دي. خلينا نسميها بامبت وول مثلا، ندوس اوكي. كده بقى معانا فاميلي اوف وولز جديدة. نخش عند structure هنا وندوس edit، وهنلاقي finish 2 مكررة حوالين structure ده. الانتيريور سايد اللي تحت، فلو عدلنا هنا او هنا مش هتفرق، لان كده كده الاتجاهين هيتغير فيهم. لاحقا لو عايز تخلي اتجاه واحد هو اللي فيه الـ الحفر او البروز، هنخش ندوس على الثلاث نقط دول اللي جنب الماتيريال، وهنعمل دوبليكيت. فنعمل دوبليكيت للماتيريال نفسه ونسميه pumped gypsum مثلا wall. تمام، وبكده هيتأثر على الفينيش الداخلي بس، مش هتأثر على الخارجي كمان. نروح عند appearance، تالت طول في البار دي، ونلاقي هنا generic، وبعد كده ننزل تحت نلاقي pump. هو already معمول له pump لان الجبسن بورد ليه اللي هي البامب اللي بتخليه عامل زي بورز كده او مستطيلات. هندوس على الصورة او ندوس على الكلمة اللي مكتوبة تحت الصورة عشان نغير للصورة بتاعتنا احنا. تمام، اللي انا اخترتها، وادوس open. الصورة بقت واضحة قدامنا هنا، بس لسه عايزة يتعدل فيها. دلوقتي هندوس على الصورة نفسها، ودلوقتي احنا عايزين نفهم حاجة. ريفيت بيعرف الالوان على 3 مستويات وبشيدز مختلفة، يعني من الاسود للابيض. الاسود دايما بيبقى هو البامب، هو البروز الخارج اللي بره،
والرمادي بيبقى جوه شوية أكتر، والأبيض بيبقى ورا خالص. فاحنا في حالتنا دي عايزين نعمل حفرة مثلا، ممكن مباشرة ندوس invert image، فهو هيحول الأسود أبيض والأبيض أسود، ومباشرة نحولها لحفر بدل بروز أو نحت بدل بروز. ونيجي هنا عند scale نحولها لأربعة متر، هو هيحول الاتنين زي بعض لأن هما معمل لهم link هنا locked، وندوس done. تمام، بعدها ندوس بعدها ممكن نغير من هنا برضو الاماونت عشان لو عايزينه يبقى واضح اكتر، وممكن نخليه ماكسيمم يعني عشان نشوف اقصى حاجه ممكن يوضحها، وندوس اوكي. تمام كده، بقى عندنا هنا البامب جيبسيوم وفوق الجيبسيوم وول بورد. هندوس اوكي ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. تمام، هو كده عمل الحفر بس من غير الوان. لو عايزين مثلا نحط لون فوق الحفر ده، يعني من جوه الحفر ده، نعمل ايه دلوقتي؟ احنا لو مستغنين تماما عن الجبسن بورد ماتيريال او الكونكريت ماتيريال وعايزين صورة بكاملها احنا اللي عاملينها، هنخش عند الوول ندوس edit type، وبعدها هنيجي عند structure تاني ونخش نعدل على نفس الفينش اللي احنا عملناه البامبت جيبسيوم وول، نروح عند appearance ونغير الصورة الأصلية كمان. في حالتنا دي هنحتاج نخش على فوتوشوب، ندوس كنترول او عشان نفتح الصورة بتاعتنا، ندوس open، وبعدها هنلاقيها ندوس كنترول يو لو عايزين نغير في الالوان. تمام، ممكن ندوس colorize، وبالطريقة دي هو هيغير في اللون. ممكن نخليها مثلا اللون ده اللي هو ازرق. تمام، وندوس اوكي، بعدها ندوس فايل سيف از و از جي بي اي جي، ونسميها مثلا نفس الاسم كولر رايزد. تمام، وندوس سيف اوكي. نيجي هنا في ريفيت تاني، نخش على الديسكتوب نشوف الصورة اللي باللون، ندوس اوكي، ونتأكد بعد ما ندوس عليها برضو ان هي 4 متر في 4 متر في السكيل هنا، لان ده بيغير في كل حاجة. ندوس اوكي 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 كده، هو ادى للحفر ده لون. تمام، دلوقتي في حاجة تانية كمان عايزين نفهمها، ازاي مثلا لو عندي نمط او باترن معين عايزه يبقى مكرر اخليه على الوول دي، او مثلا عندك صورة ستونز او طوب، يعني حائط طوبي وبالشكل المعين اللي هو عندك ده عايز تطبقه على الحائط ده. هتخش على edit type edit، ونروح عند نفس الماتيريال اللي كنا بنشتغل عليها، ونشوف الاول ازاي نخليها pattern. اي حاجة هتعملها في pump دلوقتي بما ان انت عايزها بنفس الالوان هتعملها في الايمج نفسها. تمام، فاحنا عايزين نخلي مثلا باترن كبير من نفس الصورة، هنروح مخليين السامبل سايز مثلا 50 سنتي. تمام، وندوس دون، بعدها نطلع فوق ونخلي نفس الكلام هنا 50 سنتي، وندوس دون، ندوس اوكي اوكي اوكي، ونشوف هنلاقي ان الباترن اتطبق فعلا. دلوقتي انا عايز اجرب على صورة تانية تماما، عايز اجيب صورة من الانترنت لحائط ستون، حائط طوبي، واخليه بي ان جي، واخليه يعني على الحائط بتاعي شكله برضو بالحفر
و بالبروزات اللي ممكن تبقى فيه هو فعلا في الموديل. فهدوس Save Picture As، سيفه في الديسكتوب مثلا زي ما هو كده، تمام. وبعدها اروح على الريفت وادوس على الحائط، ادوس Edit Type Edit، نروح لنفس الماتيريال. في الحالة دي احنا عايزين نشيل في الابيرنس، عايزين نشيل الصورة اللي احنا حطيناها عشان نبدلها بصورة تانية. هندوس على اسم الصورة، نختار الستون وول، وهنيجي عند البامب. هنحتاج نعمل تعديل الاول، هنفتح في الفوتوشوب اوبن، نختار الستون وول، تمام. دلوقتي احنا عايزين نخلي الابيض ابيض اكتر والاسود اسود اكتر عشان تبقى الحفريات باينه والبروزات باينه اكتر. فهنعمل ايه؟ هنيجي هنا تحت وندوس على البوتون دي، ونروح ل ليفلز، تمام، ونخش على adjustments، وفي curves البرايتنس نعليها، والكونتراست نعليه، ايا كانت الارقام. هو اهم حاجة بس ان احنا نبين الليفلز، الفروقات اللونية اللي بين الابيض والاسود، ومش ضروري يبقى فيه رمادي كتير الصراحة، علشان ريفت بيتعرف اكتر على الفروقات الكبيرة، تمام. ندوس فايل سيف از، ونخليها صورة جي بي اي جي او بي ان جي مش هتفرق، ونسميها ستون وول بي ان جي بامبس مثلا، بامبس بتكتب كده، اوكي. وندوس سيف، اوكي. نرجع لريفت، نختار الصورة اللي فيها بامبس، ندوس اوبن، تمام. واحنا عايزينها 4 متر عشان دي صورة كاملة، حائط كامل، احنا بنعدل على حائط كامل. حتى الصورة دي نتأكد ان هي، ندوس عليها ونتأكد ان هي هنا 4 متر في 4 متر، لان في الحالة دي احنا مش بنعمل باترن، احنا بنعدل على صورة كاملة. ندوس اوكي، ندوس اوكي، اوكي. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو لو عجبكم للناس المهتمة بنفس المحتوى، واكيد كمان لايك. ولو لسه انت مش سبسكرايب عندي على القناة، اعمل سبسكرايب واستنى الفيديوهات اللي هتنزل. شكرا.